بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحتفل مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية الأخرى، ويواكب هذا الاحتفال مشاهدينا الكرام احتفال مصر أيضا والقوات المسلحة بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. يشهد الاحتفال مشاهدينا الكرام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تفاصيل كثيرة مشاهدينا الكرام عن الاحتفال في حلقتنا النهاردة من درع الوطن. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. مشاهد كرام، تحتفل مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية الأخرى، ويتزامن هذا الاحتفال مشاهدين الكرام باحتفال مصر والقوات المسلحة أيضا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. وبهذه المناسبة بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية، يسعدني يكون معنا السيد الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. أهلا بك يا فندم، وتحياتي وكل سنة وسيادتك طيب وبخير. أهلا وسهلا، أهلا بكم، شرفتوا الأكاديمية. سيد الفريق أشرف، في الاختلاف هذا العام في منظومة الحفلة حاجة مبهرة وحاجة يعني تسعد كل الخريجين وكل المواطنين وكل المشاهدين. كلمة سيادتك الاختلاف عن الاحتفال هذا العام عن الاحتفال السابق. كان هدفنا من البداية ان احنا بنقدم حفل جديد السنة دي في كل شيء، لان الحفلة السنة دي طبعا متزامنة مع مناسبة مهمة جدا، الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيد. الفريق اشرف، دايما التطوير والتحديث سمه اساسيه من سمات القوات المسلحه، شايفين في خلفيتنا وخلال عرض الحفله التحديث والتطوير والاسلحه اللي موجوده الجديده اللي دخلت هنا في الكليه الاكاديميه العسكريه، كلمه سيادتك عن هذا الموضوع. التحديث والتقدم العلمي الهائل اللي موجود دلوقتي في جميع المجالات والملحوظ لازم يكون ليه هدف بالنسبه لنا ان احنا نغير من تحديث ومنظومة الاسلحة والمعدات، اكيد ده نتاج لدعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة. سيادة الفريق اشرف، اخيرا كلمة توجهها النهاردة لابنائك الخارجين من دفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية الاخرى، تقول لهم ايه النهاردة؟ بهني اليوم الدفعة 117 وما يعادلها من جميع طلبة الكليات العسكرية. الدفعة ديت بأكد على ان هي ليها معزة خاصة بالنسبة لي انا شخصيا، ممكن نكون من بداية استقبالهم وتقديمهم كنت انا متواجد، بدعوهم للتحلي بالاخلاق الحميدة والعمل بجد واتقان، وما ينسوش اللي اتعلموه داخل الأكاديمية سواء من علم أو انضباط أو لياقة بدنية، إن شاء الله بإذن الله يكونوا إضافة قوية هم وزمايلهم من جميع الكليات لقواتنا المسلحة بإذن الله. أشكرك سيد الفريق أشرف، وإن شاء الله نلتقي على خير في احتفالات أخرى بإذن الله. يمر الآن أمام المنصة المجموعة الأولى لخريج الكلية الحربية. مشاهد كرام، واحنا بنحتفل بالدفعة 117 حربية، يسعدني يكون معانا السيد اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية. أهلا بك يا فندم، وألف مبروك تخريج دفعة 117 حربية النهارده. الله يبارك فيك يا فندم، ومشرفينا ومنورينا في كليتنا العريقة الكلية الحربية يا فندم. السيد اللواء التركي، دايما الكلية الحربية هي مصنع رجال وعرين الأبطال، وهي يعني فعلا زي ما بيقولوا مصنع رجال. قول لنا سيادتك، ازاي بيتم اعداد وتأهيل الطالب داخل الكليه الحربيه؟ بيتم اعداد وتأهيل الطالب، احنا شغالين على كذا محور. الاختيار، ان انا لو اخترت صح هعرف اربي وادرب صح. فمن اول الاختيار ده نمره واحد. نمره اتنين بناء الشخصيه، انا بشتغل فيه كتير وبتعب فيه كتير عشان اخليه شخصيه عسكريه قادر ان هو يكون قائد مش مجرد ضابط. ازاي يعرف يدي القرار وازاي يعرف ياخده وامتى ياخده. التدريب طبعا، عشان كده انا لما باجي اختاره وهو داخل الكلية بختار عايز صحة نفسية، صحة بدنية، صحة جسمانية، كل حاجة من دي. سيد تركي، قول لي بقى يعني اهم نصيحة بتوجهها لابنائك الخريجين النهاردة وهم بيخرجوا على اول يوم سلم عمل داخل القوات المسلحة. الوعي، واحنا اشتغلنا معاهم وهو طلب على المحور ده كتير جدا، ان هو يكون عنده وعي، عنده يقظة، عنده غريزة الانتباه في كل تصرف وفي كل حركة،
وياخد قراره صح. احنا ربيناهم ان هم يبقوا قادة، والدفعة اللي هتتخرج 117 دي هتعمل تأثير وهتعمل منظومة مختلفة جوه القوات المسلحة، بحيث ان هو يعرف يكون عارف ياخد القرار ازاي ويعرف يدافع عنه ازاي، قائد مش ضابط بس. سيدي لو تركي، إضافة سنة رابعة للكلية الحربية مع إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية، ماذا أضافت هذه السنة لأبناء الخريجين؟ أضافت إن أنا العلم المدني اللي دخل يخدم على العلم العسكري، ما يبقاش منفصل عنه، أخلي الطالب بتاعي إزاي يعرف يفكر، إزاي يعرف يحلل، إزاي يعرف يستنتج، عشان في الآخر كل ده يخدم على قراره العسكري. وأنا لما اديت له العلم المدني اديته له في تخصصه اللي يخدم عليه كتخصص عسكري. احنا عندنا يا ست لو تركي هنا كم قسم هنا او كم سلاح هنا بيتخصصوا فيه الطلبه هنا داخل الكليه الحربيه؟ احنا عندنا فنم 9 اسلحه، 9 مدارس، خمس مدارس منهم بياخدوا اقتصاد وعلوم سياسيه اللي هم المشاول والمدرعات والمدفعيه وحرس الحدود والاستطلاع، ثم بعد كده الامداد والتموين والاسلحه والذخيره بياخدوا لوجستيات ونقل، ثم الحرب الالكترونيه والاشاره بياخدوا نظم معلومات وذكاء اصطناعي. دي اضافه فيه كبيره ست لو تركي. طبعا ان انا اخليه ما يبقاش فكره مقفول في الاتجاه للعلوم العسكريه بس، لا احنا الاجيال الجديده متطوره بحيث ان لازم السلوك الفكري بتاعهم يكون متطور واسع شويه. طبعا انا بشكرك يا فندم وتحياتي والف مبروك يا فندم. احنا اللي متشكرين يا فندم. مشاهدينا الكرام، معانا الاول على الاكاديميه العسكريه المصريه، والتعرف عليك والف مبروك النهارده التخرج. الله يبارك في حضرتك. ملازم تحت الاختبار عبد الرحمن طارق عبد العزيز. قول لي عبد الرحمن، طبعا شعور كبير جدا ان انت تبقى اول مساعد على الاكاديميه بعد انشائها، شعورك عامل ازاي النهارده وانت بتكرم من السيد الرئيس ان انت اول الكليات العسكريه والاكاديميه العسكريه المصريه؟ طبعا شعور بالفخر، وان المجهود المبذول كل الحمد لله وتوج بالنجاح. شعور بالفخر اني اول مساعد للاكاديميه، حاجه هتفضل في تاريخ يعني عمرها ما هتمحى، فالحمد لله. الفرحه فرحتين النهارده يا دكتوره، شعور بقى عامل ازاي بقى؟ الحمد لله، شعور بالسعاده والله لا يوصف، اتمنى كل ام تقف المكان ده. الحمد لله، ربنا يوفقهم كلهم يا رب ان شاء الله. قولي لكل ام ايه بقى؟ اقول لها وطننا غالي قوي ويستاهل ان احنا نقدم له اغلى ما نملك، ما فيش اغلى من ولادنا، ربنا يحميهم، ربنا يحفظهم يا رب ويسدد خطاهم يا رب ان شاء الله. شعورك بقى النهارده والسيد الرئيس بيكرمه ان هو الاول على الكليات العسكريه؟ ده شرف عظيم انه يكرم من السيد الرئيس اطال الله في عمره، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله كلهم باذن الله. بشكرك يا دكتور. ميرسي يا فندم. تعرف عليك. طارق عبد العزيز فهمي، والد ملازم تحت الاختبار عبد الرحمن طارق. قول لي بقى شعورك وعبد الرحمن النهارده الاول على الاكاديميه العسكريه واول مساعد للاكاديميه بعد انشائها. والله يا فندم شعور بالفخر والاعتزاز، وانا فخور بعبد الرحمن جدا جدا جدا، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى انه بتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى وصل للمكان اللي هو فيه، وبتمنى له ان شاء الله هو وزمايله كل توفيق. مشاهدينا الكرام، معانا الثاني على الدفعه 117 حربيه، نتعرف عليك والف مبروك. الله يبارك فيك. ملازم تحت الاختبار محمود اشرف عزت. مبروك يا محمود. الله يبارك فيك. قول لي يا محمود، عملت ايه خلال سنوات الدراسه عشان تطلع الثاني على دفعتك؟ انا الحمد لله من بدايه دخولي الكليه وانا في المستجدين وانا في الاوائل، كنت الاول على دفعتي في سنه اولى، والاول على دفعتي في سنه ثانيه، والثالث على دفعتي في سنه ثانيه، والحمد لله ربنا كلل تعبي ونجاحي النهارده ان انا الثاني على كليه كما كنت الثاني على الاكاديميه العسكريه المصريه، وقدرت اشرف اهلي وارفع اسمه فوق. قول لي بقى انت سلاحك ايه، تخصصت ايه؟ انا سلاحي مشاه، تخصصي ان شاء الله يكون مظلات ان شاء الله باذن الله. تقول لاسرتك ايه النهارده؟ احب اقول لاسرتي انا اي حاجه اوصل لها من نجاح ومن رفعه ومكانه عاليه فوق، هم السبب الاول والاخير في النجاح ده، ولانهم هم اللي ربوني وهم اللي خرجوني من بيتهم على اساس هذه التقاليد وهذه الاسس. لو انا من غيرهم ما كنتش هعرف الحاجات دي. ترد عليه بقى وتقول له ايه؟ بقول له الف مليون مبروك يا محمود، وانت تستاهل اكتر من كده. كنت متوقع محمود يطلع التاني على؟ طبعا، لان محمود من اولى ابتدائي يعني الحمد لله، وهو متفوق وعلى طول على طول اول تاني، فدي مش غريبه ان هو لا مش غريبه، والحمد لله وربنا يوفقه وان شاء الله بمزيد من التقدم والنجاح على طول. الف مبروك. الله يبارك. نتعرف عليك.
دكتور اشرف عزت، دكتور بكليه الزراعه جامعه الازهر. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. حضرتك فندم. قول لنا بقى محمود النهارده وبيتكرم النهارده من السيد الرئيس وانت بتحضره معاه الحفله ويتخرج ومتفوق، تقول ايه النهارده لمحمود ولكل زمايله دفعته؟ الشعور بالنسبه لنا الاول ده فخر واعتزاز ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم ابني احد اوائل الاكاديميه الحربيه اللي الاكاديميه العسكريه المصريه، وده يعني شعور حضرتك لا يوصف ان ابني ينتمي للجيش المصري العظيم اللي وصى به الرسول عليه السلام خير اجناد الارض ليزود عن حدود مصر ويحمي شعب مصر، وده فخر واعتزاز. انا مش عارف اوصف حضرتك الشعور السعاده الغامره اللي انا فيها والله. مشاهدينا الكرام، واحنا بنحتفل بالدفعه 117 حربيه معانا احد الطلبه الخريجين، نتعرف عليك والف مبروك التخرج النهارده. الله يبارك في حضرتك. ملازم تحت الاختبار محمود ايهاب محمود. قول لي محمود، اتعلمت ايه خلال سنوات الدراسه هنا في الكليه الحربيه؟ منذ التحقق بالكليه الحربيه كنت فرد مدني، قضيت 90 يوم فتره الاختبار التدريب الاساسي التدريب المركز، تحولت من شخص مدني الى شخص عسكري، اتعلمت في الكليه حاجات كتير من اهمها الانضباط، تاني حاجه احترام المواعيد. قول لي محمود، دي كانت امنيتك ورغبتك ولا حد من اسرتك قال لك ان انت عاوز تدخل الكليه الحربيه؟ هي الكليه الحربيه من صغري هي رغبتي الاولى والاخيره ان انا التحق بالكليه الحربيه، واللي كان بيساعدني في ده والدي. مجموعه خريج الكليه البحريه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، واحنا بنحتفل بتخريج دفعات جديده من الكليات العسكريه، يسعدنا يكون معانا السيد اللواء بحري اركان حرب اشرف المشرفي نائب رئيس الاكاديميه العسكريه للكليه البحريه. اهلا بيك يا فندم والف مبروك تخريج الدفعه 74 بحريه. الله يبارك في حضرتك، وحضرتك شرفتنا يا فندم. الله يخليك يا سيد اللواء اشرف. دايما القوات البحريه والكليه البحريه ليها دور كبير جدا في اعداد وتاهيل الطالب خلال سنوات الدراسه، كلمنا سيادتك عن اوجه العنايه واوجه التدريب وتاهيل الطالب داخل سنوات الدراسه داخل الكليه البحريه. في البدايه أنا بيتم تاهيل الطالب داخل الكليه البحريه بالشق النظري والشق العمل. الشق النظري تم تطوير جميع المناهج الدراسية بالكلية البحرية لتواكب التطور في أنظمة التسليح الحديثة والمعدات والوحدات البحرية التي انضمت حديثا للقوات البحرية. بالنسبة للشق العملي فيتم تنفيذ على مدار الأربع سنوات معسكر تدريب داخلي. معسكر تدريب داخلي بيبقى داخل مسرح عمليات جمهورية مصر العربية في البحر المتوسط داخل نطاق الأصول الشمالي، والبحر الأحمر داخل نطاق الأصول الجنوبي. وخلال هذا المعسكر بيتم تعرف الطالب على الجزر والخلجان والمضايق والأهداف الحيوية والاقتصادية للدولة، ده بالإضافة لكل ما تم تدريب الطالب عليه نظريا يتم تنفيذه عمليا بالبحر على هذه الوحدات البحرية الحديثة. سيادة اللواء أشرف، دايما أن القوات المسلحة والقوات البحرية والكلية البحرية حريصة على تطوير المناهج بصفة مستمرة، عاوزين نعرف سيادتك أهم المناهج اللي اتطورت داخل الكلية البحرية والأقسام الموجودة داخل الكلية. طبقا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات البحرية تم تطوير جميع مناهج دراسية في الكلية البحرية لجميع السنوات الدراسية لتواكب التطور في أنظمة التسليح والوحدات البحرية الحديثة. فاحنا على طول في حالة تطور حتى نؤهل الطالب عند تخرجه يكون مؤهل للعمل بالوحدات البحرية التي انضمت للقوات البحرية. من الأقسام ست الأشرف اللي موجودة داخل الكلية البحرية اللي بيتخصص لها الطالب داخل السنوات الدراسية؟ وبالنسبة لطالب الكلية البحرية بيتم تخصصه في السنة الرابعة، واحنا عندنا التخصص النهائية اللي هي النهائية، وعندنا أربع تخصصات. التخصص الأول ملاحة مدفعية وصواريخ، أسلحة تحت الماء، وإشارة بحرية. دول الأربع تخصصات. دولت الأربع تخصصات اللي الطالب ممكن يتخصص فيها. سيادة اللواء أشرف، أخيرا كلمة النهاردة توجهها لأبنائك الخريجين من دفعة 74 بحرية، تقول لهم النهاردة؟ أنا ببارك لهم وبرسل لهم خالص تهنئتي ليهم ولأسرهم الكريمة التي بذلت الغالي والنفيس، والتي تعاونت معاونة صادقة مع إدارة الكلية خلال أربع سنوات انتظارا لهذا اليوم المشهود.
مشاهدينا الكرام، معانا الاول على الدفعه 74 بحريه، نتعرف عليك والف مبروك التخرج. الله يرفع حضرتك. ملازم بحري تحت الاختبار الحسن حسين السيف. قول يا حسن، شعورك عامل ازاي النهارده وانت بتتكرم من السيد الرئيس النهارده؟ طبعا في شعور بالفخر وبالسعاده ان انا الحمد لله يعني بعد 4 سنين تعب في الكليه ربنا كرمني النهارده وبكرم يعني مستر لسه. كنت متوقع ان انت تطلع الاول على رفاتك؟ يعني كان في شعور كده وكان في هدف يعني اكتر ما هو انا كنت متوقع يعني. ايه الدوافع بقى وانت عملت ايه عشان تطلع الاول يا حسين؟ طبعا بيبقى في مجهود زياده عليك سواء كمذاكره سواء كتركيز في محاضرات، كان انت بتبذل اقصى جهد عندك من اللياقه البدنيه كمان. اكيد طبعا. نتعرف عليك. أستاذ دكتور الحسين الصيفي، والد ملازم بحري الحسن الحسين الصيفي. أهلاً وسهلاً بيك. شرف لي الحسن النهاردة. يعني نقول له ألف مليون مبروك، وهو يسأل كل خير، وهو رجل من صغره وملتزم جداً من صغره، وهو كان قدوة وقائد من صغره ما شاء الله. كنت بتوقع أنه يطلع الأول؟ ما شاء الله، أنه طول عمره الأول، فهو كان وبعدين طول عمره في الكلية برضو الأول على الكلية، فكان النهاردة إن شاء الله يعني يتوج بده في النهاية يعني نهاية مشواره. ربنا يحفظه يا رب. أنا بشكرك يا رب. تعرف على حضرتك مهندسة زينب أبو الخير. أهلا وسهلا بك يا باشمهندس. بريتك أهلا. قولي لحسنين النهاردة. بقول له ألف ألف مبروك وربنا يوفقك في حياتك العملية الجاية إن شاء الله ويكتب لك الخير كله إن شاء الله. مجموعة خريج الكلية الجوية. مشاهد كرام، يسعدنا يكون معنا سيد اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل زكي نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية. أهلا بك يا فندم وألف مبروك النهاردة لخريج دفعة 90. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك، شرفتنا ونورتنا يا فندم. اللواء مدحت، أنا كنت سعيد جدا وأنا موجود معاكم في الكلية الجوية، قضينا يوم كامل مع الطلبة وشفنا إزاي بيتعلموا وبيتدربوا. عاوزين ننوه برضو على الجديد في العملية التعليمية داخل الكلية الجوية. الحمد لله يا فندم، من حضرتك كنت مشرفنا في يوم كامل تقريبا وحضرت معنا اليوم تدريب كامل بالنسبه للطلبه، والنهارده بيقلل هذا النجاح. احنا بنحتفل النهارده بتخريج اولادنا دفعه 90 طيران و90 علوم عسكريه جويه. يوم جميل بيتوافق مع ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده، انتصارات ومرور 50 عاما عن انتصارات اكتوبر. شكرا. متحت ازاي بقى بنأهل وبنعلم اولادنا الطيران والعلوم الجويه العسكريه داخل سنوات الدراسه؟ بدايه من مرحله الاختيار والانتقاء اللي بتتم كشوفاتها داخل الكليه الحربيه هنا، بينتقل بعد كده الطالب لفتره اعداد مركز اللي برضو بتتم مجمعه لكل الطلبه في الاكاديميه العسكريه، ثم بينتقل الطالب للكليه الجويه وبتبدا مرحله الاعداد المعرفي، ثم نبدا مرحله الاعداد المهاري. مراحل كتيره في الاعداد بتنتهي ان الطالب بتاعنا بيوصل لمرحله من التدريب، مرحله احترافيه من التدريب طبعا. نقدر نحتفل بيه ويتخرج واحنا واثقين تماما من ادائه وادائه داخل القوات الجويه والقوات المسلحه. والسنه كمان الرابعه اللي اضافت للكليه دي برضو اثقلت الطالب، حتى يعني تعليم اضافي مدني من خلال البروتوكول اللي تعاون بينكم وبين الجامعات المصريه. ما فيش شك ان اضافه سنه رابعه للطالب قدرت تحقق ان احنا نحقق بكالوريوس مدني بالاضافه الى بكالوريوس الطيران وبكالوريوس العلوم العسكريه الجويه. طالب الطيار بيحصل على بكالوريوس تجاره شعبه اداره مطارات، والطالب الجوي نظم ومعلومات الطيران، بكالوريوس نظم ومعلومات الطيران. اضافه قويه جدا للطالب، بتخليه يفكر بشكل مختلف، بتخليه يؤدي المهام بتاعته بشكل مختلف، ده هيأثر بالتالي على كفاءة القوات الجوية وقواتنا المسلحة. تقول لطلبة الطيران يا فندم والكلية الجوية عموما اللي هم لسه هيتخرجوا بقى، بقول لهم بإيه؟ بقول لهم كونوا على قدر المسؤولية، حافظوا على نفسكم وحافظوا على أدائكم، خدوا الدفعة 90 اللي متخرجة النهاردة خدوهم قدوة لكم. احنا معروف كده من زمان، احنا جيل بيسلم جيل، ويمكن في رمزية جميلة جدا بتتم اثناء حفل التخرج وهي تسليم وتسلم القيادة. هي فعلا هي علامة فارقة، تواصل الأجيال، تواصل الأجيال، وفعلا جيل بيسلم جيل، جيل ورايات مرفوعة إن شاء الله دايما بإذن الله رب. دكتور مدحت، يعني أخيرا كلمة توجهها لأبنائك الخريجين النهاردة من دفعة 90 وأسر الخريجين النهاردة. هبدأ بأسر الخريجين وأقول لهم مبروك تعبكم، بذلتوا مجهود كبير عشان تحافظوا لنا على الطالب
وينول شرف الالتحاق بالكليات العسكرية والكلية الجوية. وده كان دور مهم ودور كبير، لأن أنا بعتبر أن التحاق الطالب بالكليات العسكرية أو بالأكاديمية العسكرية هو مجهود أسرة كبير جدا ومستمر لسنوات طويلة. وانتوا بتكملوا ست لو متحن؟ طبعا مفيش شك. بقول لأولاد الخريجين حافظوا على نفسكم، انتم مؤهلين بشكل جيد، انما التأهيل لا ينتهي، العلم لا ينتهي. البداية بالضبط، انت النهاردة حطيت على البداية، فلو سمحت حافظ على اللي انت وصلت له، ودايما تفضل مطور من نفسك، ودايما تفضل على اطلاع بكل ما هو جديد. انا بشكرك. شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك، شرفتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، معانا الاول على الدفعه 90 طيران وعلوم عسكريه، اهلا بيك والف مبروك. اهلا وسهلا، بارك في حضرتك. نتعرف عليك. ملازم طيار تحت الاختبار عمرو ايمن محمد وجهي. مبروك عمرو. الله يبارك فيك. قول لي بقى، عملت ايه عشان تطلع الاول على كليتك ودفعتك؟ الحقيقه فندم، انا ده كان حلمي من زمان جدا. اول حاجه انتمائي للمؤسسه العسكريه، وده كان شرف ليا الحقيقه، والحمد لله قدرت احقق حلمي اللي كنت بسعى له من زمان جدا وبجتهد ليه، والحمد لله ان انا سلم على السيد رئيس الجمهوريه، وده كان شرف ليا كبير. شعورك ازاي؟ عامل ازاي النهارده والسيد الرئيس بيكرمكم؟ ده فخر ليا يا فندم، ده فخر ليا اكيد، وان شاء الله دي مجرد البدايه، ان شاء الله اكون على قدر كافي من المسؤوليه ان انا احقق اللي كلفت بيه. نتعرف عليك. سلوى محروس، والدة ملازم طيار تحت الاختبار عمرو ايمن محمد. الف مبروك يا بنسلم. الله يبارك في حضرتك. شكرا. بقى شعورك عامل ازاي النهارده؟ والله يعني شعور ما يتوصفش بصراحه، ربنا يكتبه للناس كلها حاجه يعني احلى يوم في حياتي. الحمد لله، ربنا يبارك لك فيه. ربنا يكرمك. كنت متوقعه مدام سلوى ان ابنك يطلع الاول على دفعته؟ بصراحه، لان عمر من هو صغير بصراحه كان متميز متفوق في دراسته كلها، فانا كنت متوقعه ان هو ان شاء الله يكمل على كده باذن الله. تقولوا له ايه النهارده بقى؟ اقول له الف مبروك يا عمر، ربنا كده يحرسك ويحميك انت وزمايلك، ودايما في تفوق ونجاح، واحنا فخورين بيك جدا، انت انسان بصراحه يستاهل كل خير، وربنا يكتب له كل خير يا رب. اللهم امين يا رب. عرف عليك. والد طيار عمر ايمن. طيار دلوقتي بقى تحت الاختبار ان شاء الله. ان شاء الله يعني طالب بقى، ده ظابط قد الدنيا يعني. لازم طيار تحت الاختبار عمر ايمن محمد وجهي. قولينا بقى شعورك عامل ازاي النهارده؟ يعني عرفنا المدام بقى ومامته يعني. بصف صراحة الحمد لله رب العالمين، طبعا ده فضل من ربنا. مشاهدينا الكرام، معانا الاول على الدفعه 90 طيران وعلوم جويه عسكريه، اهلا بيك والف مبروك. الله يبارك في السيد. نتعرف عليك. ملازم جوي تحت الاختبار عبد الرحمن صبري محمد. الف مبروك عبد الرحمن. الله يبارك في حضرتك. قول لي النهارده شعورك عامل ازاي وانت بتطلع الاول على دفعتك والسيد الرئيس بيكرمكم النهارده كاوائل؟ صراحه انا مبسوط جدا، حاسس بالفخر ان انا اتكرمت من السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، وحاسس اكتر بالفرح لان اهلي فخورين بيا. مبروك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. قولي لابننا ايه النهارده؟ اقول له يا ابني ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ ولادنا كلهم يا رب، ويحفظ مصر ويحميكوا ويجعلكوا سند لينا وسند لبلدنا، ويحمي البلد ومن شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. مصر تستاهل، وانتوا شباب زي الفل، تعبتوا وربنا كريم والرئيس معاكوا، ويا ما شاء الله يعني بامل فيه حاجات كتيره قوي، تفوقوا في الدراسه، نفسي برضو ربنا يكرمه ويحافظ على التفوق ده في حياته اللي جايه، وربنا يحميه ويحفظه ويحفظ زمايله كلهم يا رب، يستاهلوا كل خير جميعا يا رب. اللهم امين. الف مبروك يا فندم. الله يبارك في حضرتك. نتعرف بيك. صبري محمد محمود رزق. اهلا وسهلا. والد عبد الرحمن صبري الاول على الكليه الجويه. تقول له ايه النهارده بقى؟ طبعا انا فخور بيه، وطبعا بقول له ان شاء الله ان شاء الله حافظ على اللي انت ماشي عليه من اول التسعين يوم من الكليه الحربيه لحد دلوقتي، وطبعا انا يعني الحمد لله رب العالمين فخور بيه جدا. مجموعة خريجي كلية الدفاع الجوي. مشاهدينا الكرام، واحنا بنحتفل بتخريج الدفعه 51 من كليه الدفاع الجوي، يسعدنا يكون معانا سيد اللواء اركان حرب ايهاب الفيومي، نائب مدير الاكاديميه العسكريه المصريه لكليه الدفاع الجوي. اهلا بيك يا فندم، والف مبروك تخريج الدفعه النهارده. الله يبارك فيك، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد ال50 لانتصارات اكتوبر. سيد اللواء ايهاب، دايما القوات الدفاع الجوي وكليه الدفاع الجوي حريصه على اعداد وتاهيل الطالب علميا وبدنيا وصحيا ونفسيا ايضا وثقافيا داخل كليه الدفاع الجوي. كلمنا سيادتك عن تاهيل واعداد الطالب داخل كليه الدفاع الجوي.
الحقيقة فندم طالب كلية الدفاع الجوي بتلقى في الكلية العديد من العلوم، طبعا العلوم العسكرية، علوم الدفاع الجوي اللي هي التخصصات الدقيقة، العلوم الهندسية، بالإضافة لأدوات التوعية اللي أنا بعتبرها لا تقل أهمية عن باقي الدراسات اللي الطالب بيتحصل عليها. ومن خلال فندم التحديث المستمر لمناهج الدفاع الجوي اللي هي مرتبطة بالتحديث والتطوير الدائم لقوات الدفاع الجوي، فكلية الدفاع الجوي حريصة على التطوير لهذه المناهج عشان يكون عندي خريج قادر انه يتعامل مع المعدات ذات التكنولوجيا العالية. ده في مجال علوم الدفاع الجوي. اما فندم في مجال العلوم الهندسية فتم تطوير طبعا البرامج الهندسية اللي الطالب بيدرسها، فبقى عندي دلوقتي حاليا الكوميونيكيشن والميكاترونكس والروبوتات، ولتعظيم الاستفادة من البرامج دي تم ربطها بموضوعات الدفاع الجوي ومناهج الدفاع الجوي عشان يكون عندي خريج قادر على استيعاب التكنولوجيا السريعة لإدارة هذه المعدات. ست اللواء إيهاب، عندنا كم قسم داخل كلية الدفاع الجوي؟ الحقيقة فندم أنا عندي طبعا قسم الرادار، قسم الصواريخ، قسم المدفعية، قسم الأنظمة الحديثة والتشكيلات البرية. إزاي بتختار الطالب في هذه الأقسام ومن إمتى بيتخصص في هذه الأقسام ست اللواء إيهاب؟ طبعا يا فندم انا عندي نوعين من التخصص، التخصص الهندسي اللي هو البرنامج الهندسي اللي هو بلتحق بيه، وتخصص الدفاع الجوي. التخصص الهندسي فندم بلتحق بيه من سنه ثانيه، تمام. في عده عوامل يا فندم لاختيار التخصص، منها رغبه الطالب، منها درجاته في المواد المؤهله لهذا التخصص. اما بالنسبه للدفاع الجوي طبعا برضو عده عوامل، منها الرغبه، منها الدرجات المؤهلة للتخصص. ده بيفند بيجمع وبيطلع لي ميزان نوعي أو درجة نوعية بيلتحق من خلالها بالتخصص بتاعه. اللي هو أخيرا كلمة توجهها النهاردة لأبنائك الخريجين، خريجي الدفعة النهاردة. طبعا أنا بقول لهم ألف مبروك التخرج النهاردة، حضراتكم تلقيتوا العديد من العلوم، بدأت حياة عملية جديدة، فتمنياتي لكم بحياة موفقة. اعمل على رفع كفاءة وحدتك، طور معدتك، خلي عندك القدر الكافي من الوعي انك تحارب بالتحديات الحاليه والمستقبليه، ليس فقط على المستوى الشخصي ولكن على مستوى ما اوصيك، عشان تكون قادر ان شاء الله على تنفيذ مهامك باقتدار. مشاهدي الكرام، معانا الاول على الدفعه 51 دفاع جوي، نتعرف عليك والف مبروك النهارده. لازم تحت الاختبار انور وسام انور دودار، الله يبارك في استقامة. قول لي انور، شعورك عامل ازاي النهارده واستاذ الرئيس بيكرمكم النهارده؟ طبعا شعور بالفخر وشرف لاي حد طبعا ان هو يتكرم من سياده الرئيس القائد على القوات المسلحه، وفخر لي ان بعد 4 سنين مجهود اتكلل بالنجاح الحمد لله، وانا اتخرجت الاول على الدفعه الحمد لله. شعورك مختلف طبعا النهارده. ايوه طبعا اكيد. يعني حاسه بايه النهارده قدام انور كده وهو بيتخرج وبيطلع الاول على دفعته؟ حاسه بالفخر والسعاده ومبسوطه ان هو ربنا كرمه، لان هو تعب كتير، يعني هو كان يستاهل انه يكون الاول. يعني بتقول له ايه بقى النهارده؟ الف مبروك وربنا يحميك ويبارك فيك يا رب. اللهم امين. تعرف عليك اسامه انور دودار. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. قول ايه اللي الانور النهارده؟ ربنا يوفقه ويحفظه ويكون عون لبلده ويحمي لشبابه ولزمايله يا رب. تقول ايه لانور بقى اخوك النهارده؟ ربنا يحميه ويحفظه دايما، يتن في نجاح وتفوق ويكون قدوه لاي حد، ويفضل كده في مرتبه متفوقه دايما. مشاهدي الكرام، معانا الثاني على الدفعه 51 دفاع جوي، اهلا بيك والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. تعرف عليك؟ ملازم تحت الاختبار محمود عمر محمد. الف مبروك يا محمود. الله يبارك. قول لي تخصصك ايه يا محمود؟ تخصصي دفاع جوي قياده وتوجيه فلج. طيب تمام. قول لي عملت ايه عشان تطلع الثاني على دفعتك؟ الحمد لله كان ده هدف من اول يوم، خططت له كويس واشتغلت على نفسي والحمد لله وصلت له. تقول ايه لاسرتك النهارده؟ بحب اشكرهم جدا، وانا فخور جدا ان هم موجودين معايا النهارده في حفله تخرجي، ويعني اتمنى ان انا اكون وصلت للحاجه اللي هم عايزينها ان شاء الله. نصيحه بقى يا محمود لزمايلك اللي هم لسه بيدرسوا في كليه الدفاع الجوي، تقول لهم ايه عشان يتميزوا زيك كده؟ انصحهم ما فيش اي حد يضيع وقت من وقته، كله يجتهد في كل دقيقه موجود فيها في الكليه، اوقات فراغ دايما املاها بحاجه مفيده، دايما اشتغل على نفسك، دايما حط لنفسك هدف، دايما اسعى لكون احسن من اي حاجه تاني. بشكرك محمود. اتعرف عليك. عبير عنتر من لطه الطالب محمود. اهلا وسهلا بيك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. شكرك، عامل ازاي النهارده وابنك بيتخرج؟ فخوره جدا طبعا. تقولي له ايه بقى النهارده؟ اقول له شكرا والف الف مبروك انك حطتنا كده وخليتنا فخورين بيك كده، وحطتنا في المكانه دي وخليتنا الوقت نظهر لكل العالم ونفتخر بيك. الف مبروك. الله يبارك فيك. نتعرف بيك.
عمران محمد لبيب ووالد محمود عمران. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. بقول ايه لمحمود النهارده؟ بقول لمحمود الف الف من مبروك، ربنا دايما يتم عليك النجاح والتفوق، ودايما ان شاء الله باذن الله تكون جندي مقاتل في الجيش المصري، اعظم جيوش الارض.